اهلا بكم. كثير منا بيهمل في اسنانه، كثير منا ما بيتعاملش مع اسنانه بما يرضي الله. يا جماعه ارجوكم، السنان دي حاجه مهمه جدا. في مين هقول لكم على حاجه، في ناس بتغسل سنانها في المناسبات، في ناس بتغسل سنانها لما بيكون رايح يقابل خطيبته بصراحه بقى، في ناس، في واحده تغسل سنانها لما تبدا تتخطب، قبل ما تتخطبه ناسيه موضوع غسيل السنان الا انا ماسكها دي. في واحد بيغسل سنانه في ثواني، لو وباي باي، فالسنه بتسوس، السنه لما تسوس السوس يزيد، السوس يزيد يقعد يخرب ينخر، يضرب السنه من جوه اللي بقت حريف قوي، ويضرب اللي مش عارف ايه، يعمل مشاكل، وبعد كده تبص تلاقي السنه راحت وتقع السنه وتختفي السنه تتدمر، فبقى ما عندناش الا زراعه الاسنان. تعال نشوف مع بعض كده السنان ممكن تكون مشاكلها ايه، وبعدين نرحب بضيفي الكبير المتميز القيمه العلميه الكبيره، بس نشوف الاول السنان ممكن تعمل ايه. لان وجع الاسنان من اصعب الاوجاع، وزيارة دكتور الأسنان بتكون زيارة مش محببة قوي لكتير مننا. لما بنتخيل صورة دكتور الأسنان بنشوفه بشكل مخيف، وتخيل بقى لما تسمع كلمة عملية زرع أسنان، بس الموضوع مختلف تماما، وده اللي هنعرفه النهاردة مع الدكتور. بتنيد a completely makeover. بيقول لك بالنسبة للفك هيتفور ونبعته يتخرط من أول وجديد. طب بقول لك إيه يا سراج باشا؟ والنبي قبل ما موضوع يخرطوه يعني خلوهم يسيبوا لي رجلاش 5 مللي عشان أعرف أعطط. أنتوا مجانين؟ ده أنا بلعب فيه، أنا مجانين. طبعًا يعني حاجة أنا وضيفي طبعًا فظيعة، وإحنا بنضحك لأنه حاجة جميلة جدًا. كان ده المعتقد زمان. الحديث إيه؟ هنعرف من ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في مجال الأسنان، القيمة والقامة، المتميز الرائع الأستاذ الدكتور شادي علي حسين، استشاري ومدرس طب الأسنان بكلية طب أسنان جامعة عين شمس، دكتوراه علاج الجذور بجامعة عين شمس، ماجستير علاج الجذور جامعة عين شمس، أمير الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان بجامعة عين شمس، سلام أشرب، عضو الجمعية الأمريكية لعلاج الجذور، والمدرب المعتمد للجمعية العالمية لطب الأسنان الرقم، ما شاء الله أطول سبيكة. أنا بشرب عشان أعتش في النص. أنت طبعًا إحنا فصلنا إحنا الاثنين، ده لا فارسس كوميديا كوميديا ما بين القديم والحديث. وحشني طبعًا جدًا. الله يخليك أنت أكثر. أحكي لي بقى. بص يا باشا، هو الفكرة دايمًا ان احنا بنحاول ان احنا دايما نوصل ما هو حديث او ما هو الموست ريسنت ترندز اللي موجوده وورلد وايد، بنجيبها هنا في مصر. بنخلي نفسنا وكل مواطن مننا يبقى سعيد جدا باللي موجود بقى موجود في بلده، ان احنا دلوقتي بقى المستوى اللي بنعمله من طب الاسنان، وده دورنا كمصريين، ان المستوى ده لا يعادل اللي بيتعمل في امريكا، يعادل اللي بيتعمل في اي مركز في اوروبا. مش محتاج ان انا اسافر بره علشان اعمل سناني، مش محتاج ان انا اقول لا اصل بره بيعملوا كواليتي اعلى، لا اصل بره بيعملوا مش عارف ايه. احنا حاليا قدرنا ان احنا كل ما بيحصل حاجه موست ريسنت بقى، اول ما بتنزل هناك وبتتجرب وبتبقى بيتعمل لها كلينيكال راندومايز ترايلز او التجارب البشريه ان هي بقت ايفيدنس بيست، نبتدي ان احنا نشتغل بيها على طول زي الـ 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 الأجانب. كويس. فمع الكونسبت ده من انطلاقا من النقطة دي، فدايما بيبقى في عنصر التطوير. كويس. فأول عنصر دايما، أو يمكن النهاردة موضوع حلقتنا الخاص بالتطوير، هو الزراعة. تمام. كان دايما زي ما كنا بنتفق زمان، احنا كان الأول أول تطوير ان احنا كان نفتح زمان، نفتح بالمشرق زمان زمان. الزمان ده من سنين يعني؟ زمان ده مش من سنين، ده زمان ده من سنتين ثلاثة. يعني تطور حصل في ثلاث سنين. ما هو انت دلوقتي النهارده الأشعة المقطعية دي ببلاش 5-6 سنين في الماركت. انت فاهمني؟ يعني مش وكانت زمان بتستخدم برضو في ليميتيشنز كانت يعني ليها انديكيشنز معينة، حاجات صغيرة والكلام ده كله. فابتدت أول حاجة كزراعة، ابتدى إن احنا كنا نشوف العظم فين وأحط الجدر فيه. ما هو الزرعه دي عباره عن جدر والتاج بتاع السنه، يعني لو بصينا على بقه
بقه صاحبنا. ده الجدر، لو جينا ده قصدي ده التربوق التاج، في جوه اللثة هنا جدر للسنة دي. فكان لما نيجي نحط الزرعة كنت ارفع اللثة دي واشوف السنة العظم فين، او العظم هنا، دي عملية بجد. او محطت جدر جوه اللثة ومقافل اللثة. فكانت عملية ومشرط وخيط والكلام ده كله، دي اول حاجة كانت مشكلتها كألم. ثانيا انا ممكن احط زرعة اتجاهها عامل كده مثلا، بصة كده، يجي العيان يعض تلاقيها مفيش، مش عضة. فاهمني؟ تحطها بصة كده يجي العيان يعض، مش عضة. تحطها ارتفاعها عالي يجي العيان يعض، مش قافلة. فابتدينا نكتشف ان انت المشكلة ان انت لازم تبتدي العلاج من اخره. يعني ايه تبتدي العلاج من اخره؟ يعني لازم اعرف الترموش انا عايز احطه فين، واحسن مكان للزراعة احطه فين. طيب ما هو ده ما يكفينيش، ان انا لما احط الزرعة جوه اللسة ان انا افتح حتى كمان، انا هفتح ولازم بقى اخلي العيان يعض، اتس امبوسيبل. فابتدينا نعمل ايه؟ ابتدينا نعمل الاشعه المقطعيه الثلاثيه الابعاد. طيب الاشعه المقطعيه الثلاثيه الابعاد هتوريني العظم، هتوفر عليا الجراحه، ده اول انوفيشن. طب ايه انوفيشن؟ يعني اللي هو اول تطور، انوفيشن يعني بريك ثرو، يعني حاجه كده بالظبط. طب انا مكسب. طب اول مكسب خدته ان انا اقدر احط الاشعه المقطعيه، اثر الاشعه المقطعيه ان انا اشوف العظم، فهعرف احط الزرعه فين. طيب الزرعه دي هتعض ازاي بعد ما تتحمل؟ دي انت مش هتيجي تتفاجئ بقى بعد ما احمل الزرعه هتعض ازاي. فابتدينا الانوفيشن الجديد او التطور بقى الجديد، اللي هو ايه بقى؟ ان انا ابتدي ان انا احط الطربوش، اصور العيان الاول الاشعه المقطعيه، ابتدي اشوف العظم واشوف احسن وضع للزرعه فين كويس، من المقاطع المختلفه، مقطع بالعرض وبالطول وكروس سكشنال وكل ده، ابتدي اشوف موقع الزرعه. طيب ده بالنسبه اهو، ابتدي اصور الاول الاشعه المقطعيه كويس، الجهاز اللي بيلف حوالين المريض، اشوف البوزيشن بتاع الزرعه جوه العرض. ده عندك ده شغل بتاعنا احنا. دي حالتنا، حاله اسراء دي، كانت حاله اسراء. وابتدي بعد كده احط الزرعه في احسن وضع ليها جوه العرض. طيب احنا عايزين ناخد عضه، يعني انا دلوقتي بظبط البوزيشن بتاع الزرعه جوه العض. طب الزرعه دي بعد ما هتخلص هتتحط عليها طربوش ازاي؟ فنبتدي كل ده، انا لسه ما عملتش حاجه، لسه ما حطيتش حاجه جوه بق المريض، ابتدي اصور، اخد الصوره بتاعت 3 دي واصور المريض بالكاميرا الليزر محمد يصور لي. يعني الاول دكتوره سلمى الاول صورت لي الاشعه المقطعيه، ومحمد يبتدي يصور لي بالكمبيوتر اللي هو الجهاز اللي هو كان بدل العجينه بتاع زمان، ابتدي اصور كويس. ادي الوضع، ابتدي احط الطربوش على الزرعه، على الزرعه كانه كل ده لسه الزرعه ما اتحطتش، كانه ده في بق المريض، واشوف نقاط التلامس والضغط وظبط العضه وكل حاجه قبل ما احط الزرعه في بق المريض كويس. وهقدر بالاشعه اعرف مستوى العضه والضغط هتبقى ايه؟ بالكمبيوتر. الكمبيوتر مش الاشعه، لا ده الجهاز بتاع الكمبيوتر اللي بيصور لي وبيعمل اهو دي الجهاز. نبتدي نصور بده. اصور الصوره دي تعمل لي الموديل 3D. كويس، الموديل 3D ده ابتدي اللي هو فيه موقع السنه اللي مش موجوده، انا هعمل اكن انا بعد ما صورت الموديل ده احط في المكان الفاضي اللي ما فيهوش سنه تخيليه طربوش. كويس، او الغطاء حلو كويس، واظبطه بالكمبيوتر، اظبطه العضه بتاعته تمام، عضت كويس الكمبيوتر بالكمبيوتر بالظبط، يظبط لي العضه. وهل احسن اعرف الكمبيوتر يعرف ايه؟ انا يميني شمالي فوقي تحتي تلامساتي كل ده، لكن مستوى الضغطه يعرفها الكمبيوتر؟ طبعا ده بيعلم لك كمان بالالوان، لا الضغطه دي قويه، ده احمر، ده اصفر، ده مش عارف. ابتدي احط اهو الطربوش او الكفر على المنطقه الفاضيه بالكمبيوتر. الكمبيوتر عفريت كويس، ويعمل لي ياخد مقاسات التي ام جي، وهو التي ام جي الفك، ويوريني العض. يا سلام، احنا كده فهمناها. التي ام جي اللي هو الفك ده يا جماعه، اللي هو الفك اللي فوق، موجود فوق بتاع الفك، ويقول لك عضت ازاي. واحط بعد كده الطربوش لما يجي يتحط على التايم، يمكن معلش نرجع الصوره اللي قبل دي تاني. دي صوره حلوه قوي. عايزين نرجع بس اللي قبليها، اللي هي بتاعت لما ركبنا الكفر على الزرعه. انت بقى عملت كومباينيشن هنا ما بين اهو، بص الطربوش او الكفر اللي انا خدته من الكمبيوتر او محطه على الصوره الثلاثيه الابعاد بتاعت الاشعه، حلوه قوي، والاثنين مع بعض او محاطط من خلالهم الزرعه.
عامل في حسابي المفصل بتاع الفك، عامل في حسابي العصب، عامل في حسابي الجيوب الانفيه، عامل في حسابي كل البارامترز اللي حواليا بالعضه بالابتسامه. لو دي سنه قدام انا شايف السنان بارزه قد ايه بالنسبه للشفه، انا ممكن اركب الشفه على السنه اللي قدام دي كمان. فقمه التطور العلمي بقى ان انا اقدر اعرف انا رايح فين، كل ده انا لسه ما عملتش حاجه في بق المريض. طيب بس خلي بالك اللي انا فهمته برضو من كلامك انك انت دورك كبير جدا مع هذه. طبعا طبعا، ما انت اللي بتقدر يعني انت بقى انت اللي بتعرف ده صح ولا غلط. تيزا تيم زي ما اتفقنا، دكتور يصور الاشعه وانا اقول له انا عايزك تصور لي دي وتحط لي الزرعه في اتجاه معين، دكتور تاني صور لي الكمبيوتر حط لي الطربوش ده في الاتجاه المعين، وانا اخد من هنا ومن هنا واعمل لهم كومباينيشن، وان انا احط ده على ده بقى واقعد اركب والوضع الاحسن بتاع الزرعه، الدكتور ده قاعد والدكتور ده قاعد وانا قاعد، والتيم ورك بيبتدي مع التكنولوجيا نوصل للفاينل بلان، واقوم واخد كل الداتا دي ونقلها لبق المريض بالدليل الجراحي. حلو قوي. يا دي الدليل الجراحي اللي انا مش فاهمه لغايه دلوقتي، بعد فاصل هتفهمني يعني ايه الدليل الجراحي. تمام. بالتفصيل. تمام. لان انا عندي حاله مبعوته لي، مش حاله واحده، هي اكتر من حاله، بس انا مركز على حاله قوي لان الحاله دي واضح انها مشكلتها ضخمه شويه. تمام. والحاله ديت بعتت لي اكتر من مره، وعندها قصه مكونه من حكايات ومراحل، وطبعا عنوانها من زرع حصد ومن اهمل دمر سنانه. وملك انت من الكلام، واللي ياكل على درسه ممكن يضر نفسه. لا ياكل على زرعته. لا ياكل الغلط. ما في ناس، في ناس بتنام وهي الشوكولاته في بقها. وفي امهات بتسيب اللبن في بقها في بق اولادها وهو نايم عشان ينام، ودي كارثه. يا خبر ابيض، دي كارثه. سيب الببرونه في بقه باللبن في بقه، طبعا سنانه كلها تضرب وتسوس، دي كارثة. وهو صغير كده، وهو صغير وهو طفل. الحاجات الصغيره دي برضو احنا ساعات بنقلب العلم قوي، لكن الحاجات الصغيره دي الناس بتحب تسمعها قوي. ما زلنا في حوارنا مع ضيف العزيز جدا جدا، ونفسي شغل عجبك البيت ده الاول. جميل. قال له سيب لي حته كده اهوت في الجناب عشان اعرف اكلمكم معانا. اوعى تروح في اي حته. اهلا بكم، ما زال حواري مستمر مع ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ دكتور شادي الحسين. اهلا بك يا دكتور شادي. وحشني خالص. مش عارف اقول البتاع كبير. عندي حاله مهمه قوي، والحقيقه يعني وصتني جامد وقالت لي يعني ايه زي شيرين مثلا. فبتقول لي انا عندي مشكله ان اكتر من مره بيحصل لي خراج تحت الدروس الخفيه. بيحصل لها خراج، وكل مره الدكتور اللي انا بروح له جنب البيت بيقول لي ان الحل في خلع الاسنان اللي عملت الخراج. لدرجه اني وصلت لخلع معظم الاسنان والضروس ولم يتبقى سوى الاسنان الاماميه، وما عادش عارف ياكل، ومع الوقت كمان بدات الاسنان دي تضعف وتتكسر، وانا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه بالظبط، انا خايفه اضحك. تمام. هي الوضع واضح ان هي خلعت الدروس بتاعتها. بس خدت بالك من جنب البيت دي؟ ما هي ناس كتير قوي بتروح اللي جنب البيت. ما هو لازم اعرف يعني فور ذا ريكورد، بس لازم ابقى عندي ايه الدرايفنج كونسبت او ايه المبدا اللي يخليني اختار دكتور سنان. دي مهمه قوي، مهمه قوي. يعني انا النهارده لازم ابقى عارف ان انا مش يعني انا هعمل سنتي النهارده دي مره، ولا هقعد اعملها اروح للدكتور 100 مره عشان اقعد اعيد في نفس الشغل ده تاني والسنه تتدمر اكتر وانا بعاني. فانا محتاج ان انا اخد بالي من حته ان انا عايز انا اعمل سنتي مره واحده في حياتي، فلازم انقي. المفروض ان انا اعملها مره واحده في حياتي، فلازم انقي دكتور على اساس الكفاءه والخبره والثقه والتكنولوجيا. كويس. التكنولوجيا بتيجي في الاخر بس هي مهمه، بس قبليها طبعا الخبره والثقه في الدكتور. ولذلك دايما بيبقى الاسلوب بتاعنا في العلاج مبني على عنصرين. انا هعمل لك اللي انت عايزه طبقا للشيء العلمي احسن حاجه، بس زي ما انت عايز، بالترتيب اللي انت عايزه لامكانياتك الماديه مثلا، وبالترتيب اللي انت عايزه طبقا للخوف بتاعك من طب الاسنان. يعني انا دلوقتي خايف، طب ماشي نعمل حاجه. يعني مثلا واحد عايز يزرع بقه كله، ممكن اعمل له زرعه واحده عشان بس ادي له ثقه في الزرع. واحد عنده مشاكل في كذا سنه، ممكن اعمل له سنه واحده عشان ادي له ثقه في التركيبات. كويس. او الحشو العصب
ان الموضوع يعرف ان الموضوع اختلف، ان احنا فعلا الموضوع مش مجرد ناس بتتكلم وبتقول اي كلام او بتقول ان نقدر ونقدر ونقدر، لا ده احنا فعلا بننفذ الخطط والتكنيكس الاوروبية والامريكية العالمية اللي لسه نازلة، مش اللي نازلة من 20 سنة، اللي لسه نازل امبارح عندي بيطبق النهاردة. وهنثبت ده بس خليها في وقتها. بالظبط. هنثبته بس خليها في وقتها. بالظبط. ونتذكر هذا المقطع واحتفظ بهذا المقطع عشان خاطر لما نيجي نعملها نقول احنا قلنا قبل كده احنا نثبته. بالظبط كده. فدي فالعنصر مهم جدا اللي هو اختيار الدكتور ما يبقاش علشان خاطر لا اصل ده جنب البيت، اصل ده صحبي. هيوفر لي شويه، اصل ده صاحبي، اصل ده دي كلها كونسبتس المفروض ان انا ممكن يبقى صاحبي وشاطر ماشي بس يعني المهم ان هو ممكن يبقى جنب البيت وشاطر طبعا، بس المهم ما يبقاش هو ده اللي وداني ليه. ايوه اللي هو انا رحت له شاطر انت فاهمني، عشان شاطر، عشان بيتعامل بالتكنولوجيا عاليه، علشان 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 عشان خبره كويسه، علشان انا واثق في شغله وجربت شغله والكلام ده كله. فده الكونسبت. الحاله دي ليها علاج كذا علاج. يعني هي النهارده احنا مع التكنولوجيا ابتدى يبقى عندنا فاريابيلتيز، ابتدى يبقى عندنا زي ما بيقولوا كده جراب الحاوي كويس. فابتدى ان انا النهارده هي عندهاش سنان ورا، والسنان اللي قدام واضح ان هي طبعا لما حملت عليها فور لونج تايم السنان اللي قدام بتبتدي ان هي يحصل لها فلارنج او تطلع لبره زي المروحه كويس وتبتدي تلخلخ. طبعا انت المفروض ان انا السنان دي المفروض تعض كده تقطم بس ما تمضخش ورا يعض ورا يقوم يطحن. فانا ورا ده مبقاش موجود، فابتدت تضغط 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 تبتدي يحصل زي الفلارنج ده زي صوابع كده بالظبط كويس، تبتدي تطلع لبره وبتبتدي تبتدي تلخلخ، تطلع من الساكتس بتاعتها وبتبتدي تلخلخ. فبيبقى الاوبشن ان هو بيبقى حجمه او شكل الوش بيطبق، تبتدي الجروفز اللي هنا تبقى مور بروميننت، تبتدي يحصل بروز اللي هو الشكل الكبير في السن العجيز يديني الفيلينج اوف اولد ايج. ايوه بالظبط كده، ان هو الجروفز دي تعمل والسنان تطلع لبره وتبقى باينه لقدام. ده كله نتيجه البروجريشن ده. فالحل ساعتها بيبقى احنا ان انا اشيل الاسنان دي، وبيبقى قدامي بقى حل من ثلاثه، يا اما ان انا نعمل الزراعه بتاعتنا عن طريق زي ما اتفقنا كده ان احنا بنخطط الشكل اللثه وشكل السنان وبنصور بالكمبيوتر ونعمل الديزاين بتاع الكراونز والعضه والكلام ده كله، يعني يبقى عندي سنان زي دي كده على اثنان على الفك الفاضي فيرتشوال على الكمبيوتر، وابتدي من خلالها لا انا هحط زرعه هنا، لا انا هحط زرعه هنا، هحط زرعه هنا، هعمل الحته دي مع بعض كونكتد، هعمل دي كونكتد بزرعتين وهعمل دي كونكتد بزرعتين. حطيت الزرعات طبقا للاسنان اللي موجوده وطبقا للبوزيشنز وللعضه والاتجاه والكلام ده كله. ده اوبشن تمام، اللي يقدر عليه واللي هو يحبه فاين تمام، بيبقى ده اوبشن ان احنا بنزرع كله ونحط اسنان طبيعيه ثابته تمام. فده بنقدر ان احنا ناخد بيه شكل تحفه، ونقدر ان احنا نعمل بيه شكل جميل جدا، ودي يمكن حاله من الحالات ان التخطيط عن طريق ازاي الدليل الجراحي والكومباينيشن اللي ما بين الكمبيوتر وما بين الاشعه المقطعيه يقدر يوصلنا لنتائج زي دي. يعني اللي فوق دي زي ما اتفقنا دي كانت سنه فاضيه وفي فلارنج، سنان بعدت عن بعضيها نتيجه ان اللونج تايم كسر من فتره طويله، والسنان اللي فوق دي بعدت عن بعضيها. ازاي ان احنا قدرنا نحط بس ثلاث ترابيش مش اربعه، يعني هم دول المنطقه الاربعه اللي قدام دول فيهم ثلاثه بس هم اللي معمولين والباقيين تمام مع زرعه في النص، ونخطط العضه والاتجاه واللون والكلام ده كله، وبعد ما الكمبيوتر والاشعه المقطعيه يعملوا لنا كل ده نمسك برده في الاخر الفرشه ونقعد نلون الاسنان ونقعد نعمل الافكتس بتاعتنا والكلام ده كله، نحس ان احنا نوصل للفاينل ريزلتس بتاعتنا بشكل جميل. عظيم. ده حل اولاني اللي هو ايه، ان انا زرعت مجموعه زرعات وحطيت عليهم سنان طبيعي. طيب الحل الثاني ان انا اعمل تركيبه متحركه، ان انا اعمل طقم بيتحرك. طب ما هو ده من زمان يا دكتور. من زمان، بس ايه التطوير اللي اتعمل فيه؟ في ناس كتيره ما يقدرش يعمل زرعات كتير، يعني مثلا من 6 ل 8 زرعات فوق وتحت مثلا ما يقدرش، يبقى تكلفه عاليه عليه، او ان هو مش عايز انه يجوسرو انه يعمل زرعات كتير. سواء بقى لسه الطقم ده موجود؟ موجود. فطب هو دلوقتي عايز اعمل طقم، طب انا لما بعمل طقم الفك عندي متاكل، ولما بعمله بيتحرك وبيلب، ولما باجي اتكلم بيقع بيفضل يطلع وينزل من اللسان من حركه طبعا اللسان موفمنت بتاعته قويه جدا. فبعد فبنقوم عاملين ايه؟ بقوم جاي زرع زرعتين اثنين بس تمام؟ الزرعتين دول بحط عليهم كفر، ده اذا حاجه بنسميها اللوكيتور. اللوكيتور دي عامله زي الكبسوله بتاعت الجاكيت. كويس؟ عارف؟ فبتبتدي ان هي تتحط فوق الزرعات، احط الزرعات احط دول فوق ايه؟ تمام؟
وبعدين بيركب فيها النيجاتيف بارت بقى، يعني ده الميل والفيميل بارت، ابتدي احط عليها النيجاتيف بارت ده، يعني من فوق ده صعب برضه. يعني تقدر تقول انه مثبت؟ مثبت، ثبت لي نقل عشان ما يحصلش اللقه اللي احنا بنتكلم عليها، ما اتحركش خالص. فابتدي ان انا اقوم حاطط البارت ده، الخطوه اللي بعديها اقوم عامل فجوه في الطقم من تحت واحط، واقوم حاطط ده الفيميل بارت او ده الجزء الكاب اللي بتحط عليه عاشق ومعشوق، عاشق ومعشوق، واقوم جاي عامل بيك اب، اقوم حاطط الطقم واقوم لازق ال بتاع دي، اقوم بيك اب جوه الطقم. كويس، هي زي كبسولات، زي كانه بالظبط كبسوله بالظبط كده، زي اللبس، زي اي حاجه بالزبط. كبسول، وبعدين ليها برضو حاجه رابري كده عشان تبقى بتتحط جواها، زي حاجه من رابر كده بتتحط جواها، وابتدي اقوم منزل الطقم عليها. هو بيطلع بصعوبه جدا ويدخل بقى بصعوبه جدا، يبقى تك نزل ثابت جدا. بس بتخلع كل يوم؟ بيقلل طبعا الفريكوانسي بتاع الخلع، بس بنخلعه عشان ننظفه بس. تمام، انما انا مانيش بقى ايه، انا ناسي ان في حاجه بقى في بقي. ليه؟ لان هو خلاص ثابت في بقي، استف قوي، كانها بقى ايه، سنان طبيعيه بس في نفس الوقت متحرك. يعني انا عايز فكره المتحرك، اولا بقلل التكلفه، وفي نفس الوقت ان انا بقى انا مش مثلا واحد عنده طقم من زمان مش متاقلم مع فكره ان انا خلاص عايز مش هعمل زرعات وهعمل مش عارف ايه، فانا بقوم عامل حل وسط ما بين الزرعات وما بين المتحرك اللي هو بمشاكله كتيره. يبقى انا حليت مشاكل المتحرك، اصبح متحرك ثابت. تمام، في الزمن القصير اللي فضل لنا كذا سؤال مهم جدا عايزك تجاوب عليه، بس ايه اسبطات بقى. تمام، يعني طلقتنا ليه. تمام، اول سؤال، امتى افكر ان اعمل عمليه زراعه الاسنان؟ في اللي انا قلته. تمام، امتى اعمل افكر كل اللي انا قلته؟ كل اللي حضرتك قلته، وقول هزرع يا اما عشان خاطر اعوض سنان مفقوده، او الحل الجديد ان انا اثبت بيه طقم. اثبت بيه طقم، ده اللي اجى. ايه المده اللي بيستغرقها العمليه، ما الفتره الديوريشن؟ 10 دقائق من غير جراحه، من غير اي حاجه، ما احنا عملنا كل حاجه بره بقى. صورنا وعملنا كل الكلام ده بره، وبعدين العمليه نفسها 10 دقائق. السؤال اللي بعديه، المريض المناسب للزراعه والمريض الغير مناسب للزراعه؟ ما فيش حاجه اسمها مريض مش مناسب للزراعه. كويس، تمام. الزراعه ممكن نعملها لكل واحد، يعني اكتر تو انديكيشنز، حاجتين بيضروا الزراعه، السكر والتدخين. التدخين بنقول له بس يعني هنوقف لمده 2 أسبوع و3 أسابيع، بعد ده الماكسيمم، ممكن نقلل عن كده وخلاص يقدر يزرع عادي جدا. مريض السكر بيقل، بنظبط السكر بتاعه سواء بالانسولين او بالدراجز مع دكتور البطنه، بيعمل لنا وبنزرع عادي. عظيم جدا. الفتره الزمنيه اللي تستحملها الزراعه بقى، الحاجه المزروعه دي، الزرعه دي بتاخد عليها ضمان مدى الحياه، بتاخد عليها ضمان انترناشونال مدى الحياه. يعني واحد زرع وهو عنده 20 سنه، واحد زرع وعنده 20 سنه لو قعد بعد 100 سنه، انا باخده من الشركه، اصل انا مش خاص عليها حاجه، انا الشركه مدياني ضمان مدى الحياه على الزرعه، فلما بيحصل فيها حاجه الشركه بتبعت لي زرعه جديده، وهي عمرها عشان الشركه برضو مش قابله، يعني ده شركه امريكاني محترم. فلما يجي هو دلوقتي يعمل الزرعه، كويس، هو عمل والزرعه دي فيها مشكله، لو حصل فيها مشكله لا قدر الله، الشركه بتبعت لي واحد ثاني احطها، بس مش حصلش فيها حاجه. هل تتوقع في حاجه جديده نعملها في الزراعات الفتره الجايه؟ ما هو احنا عمالين نعمل الجديد. لا 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 لا، تامل ان احنا نعمل اجدد من الجديد، بس انا بحب اسمع منك الجديد الجديد قوي بقى. والله بص، ان احنا الحالي ان احنا نعمل زرع حته واحده، نفسي بزرع حته واحده، السنه بتطربش حته واحده، يعني ونحمل في ساعتها. اللي هي تنزل كده مره، نحمل في ساعتها، ما نستناش الثلاث شهور في بعض الحالات دي. ده اللي ان شاء الله نحاول نشتغل عليه يعني، ولا شغل. ده هم شغالين، احنا بنشتغل وراهم. انت نورتني، ربنا يخليك. ايه رايك في البديل؟ جامد جدا. انا استخدمت بقى النهارده معايا شغل. لا لا، بقه النهارده فرق معانا، اللسه وريتني حته اللسه. شوف انا بقى اللي بقى تحت ايه، في اللي احنا بنشيل اللسه دي، انا ما كنتش بفهم ان احنا بنشيل اللسه دي من قدام ولا من ورا، فطلعت هي من قدام من هنا بشيل اللسه عشان افتح، ده كان زمان. وده ده 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 مدفوع فيه فلوس. عظيم عظيم. اغسلوا اسنانكم، انا مش هقول لكم اكتر من كده. غسيل صبح وليل و بعد الاكل وقبل الاكل، مش كده ولا ايه؟ طب عشان ناس كتير ما بتغسلش قبل الاكل، تدخل على الاكل على طول وبعدين تغسل بعديه. صح، وبلاش وبلاش نسيب اللبن في بق الطفل، بلاش تسيبوا اللبن في بقه. ايه ده نورتنا. الله يخليك. كل الشكر والتقدير لضيفي العزيز الاستاذ الدكتور شادي علي حسين، استشاري ومدرس طب الاسنان بكليه طب اسنان جامعه عين شمس، دكتوراه علاج الجذور جامعه عين شمس، ماجستير علاج الجذور جامعه عين شمس، وزميل الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان، وعضو الجمعيه الامريكيه لعلاج الجذور، المدرب المعتمد من الجمعيه العالميه لطب الاسنان الرقبي. في مره كده تحكي لي المواقف الكوميديه اللي بتحصل بينك وبين التيم وورك بتاعك. لازم استاذ الدكتور. واضح ان هو في حاجات كتير، صح؟ اكيد. خليكم مع الدكتور بطل، مش بقى حته ثانيه.